ولد توفي شخص وكان في حياته لا يصلي بتاتا، أو كان يصلي حينا ويتركها أحيانا، فهل يجوز أن تؤدى عنه الصلاة بعد وفاته؟ وإذا لم يكن ذلك جائز، فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ له القرآن؟ وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه؟ أولا، الصلاة لا تفعل عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة، لا عن الحي ولا عن الميت. ثانيا، من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك حتى مات، هذا حكمه أنه كافر والعياذ بالله، لا يجوز أن يترحم عليه ولا أن يدعى له ولا أن يتصدق عنه، لأنه مات على الكفر. لأن من ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك إلى أن مات فهذا كافر، لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا أن يستغفر له ولا أن يتصدق عنه. وأما بالنسبة لما يلحق الميت بعد موته من الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفا ينتفع به في سبيل سبل الخير، واستمر هذا الوقف يغل بعد وفاته، فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف. كذلك إذا علم علما ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة، فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت، لأنه علم الخير. وكذلك إذا ألف مؤلفات ينتفع المسلمون بها، فإن هذا علم ينتفع به ويعود أجره لمن انتفع بهذه المؤلفات ما بقي. وكذلك إذا طبع كتبا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها، أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته ويلحق من بذل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث، فإن هذا يلحقه الأجر وإذا تقبل الله دعواتهم. كذلك الصدقة عن الميت، أن ورد أن الميت يتصدق عنه وأن ذلك ينفعه. وعمم بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم عمموا أن أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت أن ذلك ينفعه. كذلك الحج، ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبا عليه، وينفعه إذا كان تطوعا. الحج والصدقة والدعاء والوقف، كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته. نعم، جزاكم الله خيرا.